ja sam na preskonferenciji rekao da se mi najvećim dijelom bavimo našom igrom. أنا أكثر من مرة بالمؤتمر الصحفي بذكر إني بهتم بأداء لاعبي أداء منتخبي قد نزع منتخبات أخرى. زنيمة زشتو بتصينيو إيراك. وبشعر يعني ليش الأغلب بيحاول يقلل من قيمة المنتخب العراقي. زشتو ميسلي داسو ميت لبلي بوبيدي 4-0. ليش الكل كان يعتقد إن إحنا لازم نفوز بسهولة على المنتخب العراقي. إيراكي ponavljam, bolje plasirana momčad od nas na FIFA-inu ljestvici. منتخب العراق منتخب قوي تصنيفه افضل من منتخب العماني على لائحه الفيفا. Organizirali su fantastični turnir u Basri. بطوله تنظيم رائع جدا بالبصره جماهير حضور. Vrijednost njihovih igrača je veća nego naša vrijednost. قيمه لاعبيهم اعلى من قيمه لاعبي المنتخب العماني. Imaju iskusniju momčad. خبرتهم اعلى من منتخب العماني كخبره. Zašto misli da smo trebali s lakoćom ovako pobijediti? ليش كان الكل يعتقد ان كان لازم نفوز بسهوله على المنتخب العراقي؟ Moji igrači su dali maksimalno, ja sam izuzetno zadovoljan s njima. I čestitam im na igri i na osvojenom bodu protiv Iraka. I jasno očekujem da i dalje moji igrači pružaju takve igre. A što se tiče analize naših protivnika, أما بالنسبة لتحليل خصومنا، igrači su dobili informacije koje su trebali dobiti. أخذوا المعلومات اللي لازم توصلهم قبل المباراة. I bili su jako dobro pripremljeni. كانوا جاهزين بشكل عام. Svim aspektima. مع كل الظروف تحت كل الظروف. I zato su odigrali jednu takvu dobru utakmicu protiv Iraka. ولعبوا مباراة بالنسبة لي جيدة لحد ما ضد منتخب العراق.